السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. دي الحلقة رقم 19 من كورس Pronunciation، وده كورس بنتعلم فيه النطق الأمريكان، وده بيفيدنا جدا لما نيجي نسمع أي حاجة إنجليش بحيث إن احنا نقدر نفهمه بسهولة، ولما نيجي نتكلم ونقدر نعبر بسهولة واللي قدامنا يقدر يفهمنا. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننطق الـ V. الفيديو إن شاء الله كالعادة هيبقى متقسم أربع حاجات، أول حاجة النطق الغلط، تاني حاجة النطق الصح، تالت حاجة قاعدة، رابع حاجة الأمثلة. أول حاجة معانا هو النطق الغلط. Fairy fairy of of visit visit. تاني حاجة معانا هو النطق الصح. very 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 of 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 visit visit visit. تالت حاجة معانا وهي القاعدة، وباختصار كده الفرق ما بين ال F وما بين ال V. ال V اللي هو v v v، ال F F F F، ده يعني ده كده الفرق ما بين ال F ال F وما بين ال V ال V. فلما باجي أقول very 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 بقولها بالفي عادي، very بقول برضو visit visit بالفي visit visit. في بس عندنا exception كده اللي هو ال preposition of of، مش بقوله of مش بقوله of كأنه هو if، لا بقول of of of. تعالوا ناخد بعض الأمثلة كده عشان تبين لنا الفرق ما بين ال if وما بين الفي. fan 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 van van van. fairy 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 very very very. leaf 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 leave leave leave. off 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 of of of. fast 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 vast vast vast. life 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 live live ليف. دي كانت حلقتنا النهارده، ربي تكونوا استفدتوا، وما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت من الكورس ده، هتلاقوها على الشانل على اليوتيوب. لو عندك اي سؤال او اقتراحات اكتبها لي في الكومنتس، وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد. باي باي.